في هذا السياق، والمنظومة زي ما قلت لكم هي منظومة واحدة وإدارة واحدة للدولة المصرية في الوقاية من كورونا. اتكلمنا قبل التقرير بتاع الداخلية عن وزارة التعليم والتعليم الفني، اتكلمنا عن الداخلية. سننتقل الآن للحديث عن التعليم العالي، معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة البحث العلمي. مساء الخير يا معالي الوزير. مساء النور يا استاذ، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ وطمني اولا على صحتك واسرتك الكريمه. والله في نعمه وفضل من عند الله، ربنا يتممها على خير ان شاء الله. يا رب، وان شاء الله هتعدي علينا جميعا يا دكتور باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا عارف انه كمان القصه بتاعه ايقاف الموسم الدراسي في الجامعات عمل ازمه، لكن انتوا خدتوا اجراءات الحقيقه سليمه، وارجو ان حضرتك توضح شيء من التطبيق للساده المواطنين عشان يطمن اولادهم اللي في المراحل التعليميه في الجامعات والمعاهد. يعني البدايه هقدر اقول لك ان احنا بالنسبه لنا عندنا حاجتين مهمين جدا ما نستغناش عنهم. اول حاجه الطالب واسرته واعضاء هيئه التدريس والعاملين في نطاق الجامعه بصفه عامه، من نطاق مسؤوليتي يعني. صحيح. وده ما فيهوش فيه نقاش، مش ممكن هنعرض اي طالب او اي عضو هيئه تدريس لاي مخاطر طول ما احنا تحت تهديد هذا الوباء الامين. وبالتالي لازم كل الناس تطمن من هذا الموضوع. الحاجه الثانيه ان احنا برضو بنطمنهم على مستقبلهم، لان احنا مسؤولين على ولادهم يكملوا تعليمهم، يمشوا في الدراسه بتاعتهم من غير ما تتعطل. كان سهل جدا في ظروف مشابهه زي كده في اي حته في العالم ان تلغي العام الدراسي، لان دي يعني ظروف استثنائيه مش متكرره على مدار التاريخ. وبالتالي العالم كله ما عندوش فكره او ما عندوش كتالوج لحلول موجوده نتيجه خبرات سابقه. صح. ولكن احنا برضو حريصين جدا زي ما بقول لك على صحتهم، احنا حريصين كمان على مستقبلهم وعلى استكمال تعليمهم بشكل كبير. طبعا. ومن هذا السياق احنا قلنا ان طالما انت متوقفه، والحمد لله كان يعني في اخر او النص الثاني من الترم الدراسي الثاني، يعني احنا كنا قطعنا من 75% بالظبط. وبالتالي احنا المتبقي بنتم التعامل معاه عن طريق التعلم عن بعد، اللي هو بنرفع المقررات بتاعتنا الكترونيا علشان الطلبه تستكمل الفتره الدراسيه المتبقيه من العام الدراسي بالتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. ودي كانت فرصه حلوه الحقيقه، ان احنا الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا، كل الناس يعني تبارت، كل الناس تنافست علشان تقدر تحط المقررات الالكترونيه. يعني اديك مثال، جامعه القاهره فيها 4116 مقرر، تم رفع 37,000 او 3784، يعني 94% من المقررات تم رفعها، والطلاب اللي دخلوا حوالي 75%. طبعا مزبوط. الارقام اللي انا بحكي لك عليها دي هي ارقام مشابهه لاي نوع من انواع التعليم عن بعد في العالم في هذه المرحله الصعبه اللي بيمر بيها منظومات التعليم بشكل لا دي. ودي ارقام جيده جدا جدا. وبالتالي احنا وده احنا التعب ده مننا والتعب من الولاد ان هم قاعدين في البيت، بنقول لهم اقعد في بيتك ارجوك ما تتحركش، واحنا هنتواصل معاك وهنحاول نوصلك المعلومات اللي انت تكمل بيها دراستك لحد نصل الى واي حاجات كانت موجوده في النص غناها وضفناها لاخر السنه. طب هو اسمح لي يا دكتور بعد اذن حضرتك، هل كان التفكير مثلا ما بين اختيارين ان نحاول ازاي نكمل الربع المتبقي التعليميه اللي حصلت بعد 15 مارس قرار الدوله فيه وقفهم الدراسي، ولا كان ممكن اتفاق بالماده العلميه لحد يوم 15 مارس؟ كلام جدا. لا تعالى نفكر بطريقه ثانيه يا دكتور. كان فاضل له ياخد مثلا بتاعت النساء او الاطفال او الاب او مهندس، كان فاضل له حته مهمه جدا العماره او الانشاءات، هيخرج او هينتقل السنه اللي بعدها، وعندها طبعا تتعب في جامعه المواد مبنيه على بعض. صح. يعني انت ما تقدرش تاخد في سنه ثالثه حاجه ثم تاخدها في سنه رابعه من قبل عليها تالت. وبالتالي الغاء جزء من المنهج في الجامعه هيخلي انسان يخرج بمبتور المعلومات، وبالتالي ده كويس ان حضرتك وضحت ان هنا القصه مختلفه شويه عن المدرسه. ملهاش علاقه، خلي بالك المدرسه تستطيع تقول منهج اولى ثانوي في كل مدارس مصر في 22 مليون طالب هم زي بعض. أيوة. منهج ثالثه ابتدائي هو زي بعض، لكن الجامعه فيها خصوصيات وفيها مزبوط. برامج دراسيه وفيها كليات، خصوصا الكليات العلميه بالظبط. يعني حضرتك بنتكلم على الاعلام او قصور، يتخرج واحد ما خدش جزء من مواد هامه جدا في الاعلام. صح. يعني ما يتخرج يقول اصل احنا ما عدناش يعني ده غير مقبول في الجامعه. طبعا انا بفكر من وجهه نظر الاب والمسؤول، لكن ممكن جدا من وجهه نظر الطالب يقول لك انا عايز اتنقل وخلاص، يعني يا ريت لو تعرفوني من السنه دي ويبقى خلصت، لكن ده مش ده اللي احنا بنبني بيه الانسان
ولا احنا بننادي بيه علشان نهضة التعليم. تمام. وبالتالي احنا بنقول لهم خليك في بيتك، هنوصل لك المعلومة، ما تقلقش، احنا عندنا اقرب ميعاد اولي امتحان اخر السنة هو 30/5. تمام. النهاردة 30/5 شهرين. مظبوط. معلش يا دكتور الخط بيقطع. طيب معلش هنحاول نكلم حضرتك تاني. القصة اللي بيقولها الدكتور خالد عبد الغفار مهمة جدا، وعشان كده انا كنت حريص على الجمع ما بين المجالين. الوزير التربية والتعليم كان في الاتصال الاول وقال انه التعليمات واضحة، هنكتفي بالمنهج والمادة العلمية اللي خدوها الطلبة لحد يوم 15 مارس، لانه في المدارس يمكن ان احنا نحاسبك ونمتحنك على اللي درسته، والجزء المتبقي ده يمكن ترحيله للسنة القادمة او حتى يمكن حذفه. اما في الجامعات زي ما كان وزير التعليم العالي بيشرح الوضع مختلف، لانه خصوصا في الجامعات والكليات والمعاهد العلميه في حاجه اسمها المنهج كومبريهنسيف. كومبريهنسيف يعني شامل وكله بيؤدي الى بعضه، ما ينفعش تنتقص جزء وما ينفعش يترحل للسنه القادمه. فدي نقطه مهمه جدا عشان بعض الاهالي اللي كانوا بيقولوا ما ترحمونا ووقفوا عند 15، ده كان هيبقى ضرر لاولادكم مش فايده لاولادكم. عاد الينا الدكتور خالد، مساء الخير مره ثانيه يا دكتور. مساء النور يا فندم. اتفضل يا فندم كمل. فاذا احنا حريصين جدا، وقلنا ان احنا الامتحان بتاعنا اذا كان قلنا يبدا في اخر يوم شهر 5 بعد العيد ان شاء الله، بعد عيد الفطر المبارك، لكن نستطيع نقيم الموقف من النهارده لشهر 5 اخر 5. يتغير حاجات كتير جدا في العالم يا استاذ. طبعا بتعلم طبعا طبعا ما فيش تستطيع ان تتوقع الاسبوع الجاي يحصل فيه. صحيح. لا وكل دوله لها ظروفها. واحنا انا عايز اقول لك احنا النهارده كان عندنا اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع اكتر من 200 دوله من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى اليونسكو. أيوه. وكنا قاعدين من 3 ساعات في هذا الاجتماع، كله مكانه وكان في بلده شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اللي احنا بنفكر فيه وكل ده هو نفس التفكير اللي بيحصل حته في العالم. طب. اللي حاصل في كل لقاء الكره العربيه. طب قول لي يا دكتور بعد اذن حضرتك، الى اي مدى قاعدة المعلوماتيه والسيرفرز والداتابيز والارغام احنا قرينا عليه بالتحول الى التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد جاهزين؟ طيب اقول لك الجميل في التحدي اللي احنا اتحطينا فيه من غير ما ندرى ده. وده زي بقول لك يمكن من رحل المعاناه اتولد افتقاقات من الدعم جدا. ناس عندنا بتحط المناهج بتاعتها على جوجل باس، بتحط على زوم، على كل القيمه المحاصره بصوره وفهو جديد على اليوتيوب كامل. أيوة. والناس بيتفاعل معاها ويبصوا عليها. انا شفت في اسكندريه في كليه جميله مشاريع بتتعمل وطلبه على كل واحد في بيته بيعمل المشروع. صح. وابداعات خطيره جدا ثم يعرضوها على الاستاذ في مكانه عشان يخليها. انا بتكلم على حاجات يعني حاجه، انا بتكلم على رسم وجرافيكس وحاجات زي كده. ممتاز. ولكن احنا ما احناش اقل من اي حته في العالم زي ما بقول لك. العالم بقى نفسه الناس كلها تريد حمل كبير جدا على المنصات الالكترونيه، لكن مصر في هذا الوضع ليس اقل اي حد في هذا النوع من الوضع. لا والحمد لله احنا اوضحت انه للاسف كنا احنا متخيلين الوضع صعب وعنا في بعض المجالات، لكن الحقيقه الازمه افتت احنا وضع الحقيقه في مجالات فوقنا الحمد لله على الدول المتقدمه. طبعا ربنا اولا ثم ان ربنا يوضح كم المجهود اللي مصر خلال السنوات الماضيه. خليني احكي لك ان جامعتنا نفسها في ازمه الموجوده في العالم كله بمستلزمات الوقايه الشخصيه الاطقم الطبيه. طيب. ابتدت الجامعات بتعمل ورش داخل كل جامعه علشان تكفي نفسها من انتاج مستلزمات الوقايه الشخصيه ومن بدل طبيه للعزل والتعامل مع المرضى وانتاج مستخلصات او مستحضرات للتطهير والانظمه. فعملنا خط انتاج عشان نطلع يعني احنا بقينا نعمل حاجات حتى جهاز التنفس الصناعي لسه معروض عليا من دقايق بس من جامعه المنصوره ابتكار يخلينا نقدر من الجهاز الواحد نستطيع ان احنا نشتغل عليه 4 أو 5 مرات في نفس التوقيت. كل دي ابتكارات بتطلع في وقت ازمات، ودايما احنا يعني الامور الازمات زي كده بتطلع معدن الانسان المصري. اخيرا مش عايز اقطع حضرتك بس كمان كتير من المصريين معولين كثيرا على جزء حضرتك مسؤول عنه وهو فكره البحث العلمي، المعامل البحثيه
والباحثين والعلماء المصريين اللي انا اعتقد ان هم بيواصلوا الليل بالنهار، سواء المعقمات جديدة زي اجهزة التنفس الصناعي، او ربما عالم وباحث مصري او لقاح لفيروس كورونا. ادري حضرتك متابع بشكل كبير، انا عارف هذه المجهودات. اولا خلينا اقول ان ده وقت مناسب جدا ان العالم يعني يقدر قدر الابطال العاملين في الطب والعاملين طبعا في الخدمات الطبية، دول الابطال الحقيقيين والجزء لهذه المرحلة، وايضا الباحثين والعلماء في مختبراتهم. ده لان العالم في وقت الازمه بيفتكر دول، لكن في بيبقى في ناس ثانيه. هو احسن ما في الازمه انها اعاده ترتيب الاولويات بشكل صحيح حقيقي. ومن انا عايز اقول لك ان من خلال البحث ان احنا لسه مطلقين تطبيق اسمه طبق 1,000,000 جنيه نزلناهم، وان شاء الله نلاقي نقفل الباب، وعندنا لحد دلوقتي مئات من الافكار الرائعه في المجالات البحثيه الخاصه بفيروس كورونا. كأيضا العلوم والتكنولوجيا والابتكار نزلنا بمبلغ كبير يستطيع ان يقدم عليه الباحثين. المركز القومي للبحوث، انا عندي زياره غدا في معمل التميز للفيروسات، نقول حاجات، لكن كل في مكانه وكل في محرابه شغال على قدم وساق عشان يحاول يساعد الدوله، من اول اللي بينتج ماسكات بسيطه جدا الى اللي بيعمل عمله في معامل او في ابحاث دقيقه جدا، محاوله من مصر انها تكون جزء من حل هذه الازمه ان شاء الله. انا متاكد ان حضرتك بعد زياره المركز القومي للبحوث وهتقول لنا بشرح حلوه ان شاء الله.